بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والفضل لله أن نشهد مثل هذه الأيام المباركة، أيام كلها فرح، أيام وطنية بحق، لأن هؤلاء الأبطال دفعوا ثمن غالي جدا خلال هذه السنوات الثلاث ونصف. كانت سنوات عجاف على كل حر وعلى كل شريف وعلى كل إنسان يعني يبتغي الخير لوطنه. الحمد لله والفضل من رب العالمين أن قيض لنا أن نشوف مثل هذه الأجواء المباركة التي خلال السنوات الطويلة كنا نأمل أن تنتهي على خير والله الحمد، وانتهت بمكرمة أميرية باستخدام صاحب السمو حقه الدستوري بالعفو الخاص، ويعني طمأن الشعب الكويتي وطمأن الأمهات والآباء والأبناء بعودة ميمونة، يعني عودة كريمة يستحقونها، وهم محمولين على الأكتاف ولله الحمد، دفعوا ثمن غالي. فكان الوفاء من الشعب الكويتي الوفي الذي لم يتخلى عن أبطاله طوال هذه السنوات الماضية. حاولوا إحياء العنصرية والقبلية والطائفية ومزقوا المجتمع أيما تمزيق، ولكن بعودة هؤلاء الأبطال توحد المجتمع الكويتي مرة أخرى. شفنا الحضري والبدوي والمناطق الداخلية والخارجية والسني والشيعي كلهم يحتفلون ويهتفون لإخواننا الأبطال في عودتهم الميمونة التي يستحقونها. كل الشكر لصاحب السمو أمير البلاد الذي نسأل الله عز وجل أن يشافيه ويعافيه ويرجع ويعني لبلده، ونطمئن بوجود صلاحياته، ويعني وأيضا الشكر لسمو ولي العهد وكل من بذل وسعى طوال هذه الفترة الماضية ولله الحمد. هذه الأفراح لن تكتمل إلا بعودة بطل من أبطال هذه المرحلة الماضية الذي من أجله برز مثل هذا الملف في ملف الإيداعات وملف القبيضة، وكان عندنا استحقاقات سياسية كبيرة، وبعدها هجر من هجر وطورد من طورد ووضع عليه القيود الأمنية من وضع، ولكن كان فيصل مسلم هو العلامة الفارقة طوال هذه المدة. لن تكتمل فرحتنا إلا بعودة فيصل المسلم وعودة كل المهجرين من الخارج وخروج كل السجناء الرأي.